تنال ليبيا رهينة صراعات سياسية وأمنية معقدة، وكلما هدأت حدة المواجهات بين أطراف النزاع تصاعدت أزمة الشرعية بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية في انتظار حسم القضاء مصير حكومة معتيق الأسبوع المقبل. في إرباك جديد للمشهد الليبي المتشابك، أجلت المحكمة العليا في ليبيا قرارها النهائي بشأن شرعية انتخاب أحمد معتيق رئيسا للوزراء إلى 9 يونيو الجاري بعد جلسة لها اليوم. وذكر فريق دفاع معتيق أن انتخابه كان شرعيا في تعليق على مجريات جلسة اليوم. وتشهد ليبيا صراعا على السلطة بين رئيس الوزراء المستقيل عبدالله الثني ومعتيق المنتخب من قبل المؤتمر الوطني العام، الذي يشهد انقسامات بشأن شرعية انتخابه. وانتخب معتيق بدعم من الإسلاميين في جلسة مثيرة للجدل شابتها الفوضى. وكان معتيق دخل مكتب رئيس الوزراء الاثنين الماضي تحت الحراسة وعقد أول اجتماع لمجلس وزرائه هناك، لكن الثني أشار إلى أن الحكومة المستقيلة لم تسلم السلطة إلى معتيق. وأوضح الثني الذي تولى السلطة على خلفية فرار علي زيدان رئيس الوزراء الأسبق أن نقل السلطة إلى معتيق سيحتاج إلى قرار من المحكمة بشأن صحة انتخابه. في سياق متصل، أكد مصدر رسمي بمصرف ليبيا المركزي أن المصرف لا يستطيع صرف الميزانية المقدرة بنحو 60 مليار دينار ليبي لحكومة أحمد معتيق، وذلك لعدم توفر المسوغ القانوني لذلك. ويستبعد عدد من المراقبين الليبيين صرف ميزانية كاملة لحكومة لن تستمر شهرا، إذ من المفترض أن تجرى انتخابات نهاية يونيو الجاري. ولا يقتصر الجمود على المؤسسات التنفيذية، بل يطال كذلك البرلمان، فقد عقد أمس 30 عضوا من المؤتمر الوطني العام بمدينة البيضاء جلسة للتأكيد على وحدة ليبيا ودعم الجيش الوطني بعد الأحداث الأخيرة المتلاحقة سياسيا وعسكريا. في غضون ذلك، أعلنت السلطات الليبية مساء أمس عن قيام مسلحين باختطاف عضو بالمؤتمر الوطني العام عن دائرة الزاوية.